ونشرت في لقائين قريبين مع الجمعيات الى التقرير الاخير ديال المجلس على الحسابات، خصكم تقراو وطلعوا موجود في الموقع ديال المجلس، ورجعوا للصفحه 167، الصفحه 167 قراوها. هذه مؤسسه دستوريه لا يعقل انه 20 جمعيه تاخذ 70% من 5 مليار، 20 جمعيه تاخذ 70% من 5 مليار ديال السنتيم ديال التصدات في واحد المده زمنيه من 2007 ل 2011 في مؤسسه عموميه واحده في جهه الشمال. هذه مؤسسه واحده كتصرف 5 مليار كتاخذها 20 جمعيه كتاخذ فيها 70%. هذه مؤسسه واحده في جهه واحده. شحال كاين مؤسسه في المغرب؟ شحال كاين من جماعه؟ شحال من جهه؟ شحال من اقليم؟ شحال من وزاره؟ شحال شحال شحال؟ واش المال اللي كيمشي للجمعيات اليوم واش يخضعوا لمنطقي يعني تكافؤ الفرص للتعاقد للمحاسبه؟ اليوم هي تقارير الدوله، مش حد ما يزيد على حد. حيت هادشي فاش هضرنا فيه قالوا سي الشوباني جاي كيباغي باغي يتحكم في الجمعيات. لا سيدي، كنتكلم على دولة القانون، دولة القانون ما فيهاش التمييز وولد فلان واللي با عنده نفوذ واللي مو عنده نفوذ واللي كذا عنده الحزب وعنده نفوذ. لا، اليوم خصنا نتكلموا اليوم على القواعد ديال التعاقد وديال البرنامج وديال المحاسبة بالقانون، بالقانون ماشي بالخطر، بالقانون.